السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم إيمان. في الفيديو ديال اليوم غندير واحد الكراتان بالدنجال والقرعة كورجيت اللي معمرين بالكفتة، كيجي روعة. كنتمنى أنكم تجربوه، وأكيد غادي تجربوه وغادي يعجبكم إن شاء الله. بسم الله، غادي نحتاج واحد جوج ديال الدنجالات، واحد جوج ديال لي كورجيت. غادي نقطعوهم طوال على الطول ديالهم، غادي نخليهم نعرقوهم، ما غاديش نخليهم شويه غير حيت غادي نعمروهم ان شاء الله. صافي، غنقطعهم طوال وغادي نقليهم في الزيت. غادي نقطعو القرعة حتى هي بحال الشكل ديال الدنجال. صدقوني هاد القرطان كيجي زوين، غادي يحمقو عليه الوليدات ديالكم. غير جربوه، صافي. دابا من بعد ما قلينا الدنجال والقرعة ونشفناهم وبردو، غادي نديرو الكفتة ديالنا العطرية. غادي ندير، درت هنا شوية ديال الربيع ومعدن الربيع. غادي ندير شوية ديال الثومة غبرة، كتجي فيها واحد النسمة زوينة. هنا غادي ندير البزار، تحميرة، شوية ديال الكمون وشوية ديال الملح. صافي، غادي نخلطهم. عندي هنا 250 غرام ديال الكفتة ديال البقري. تقدروا نتوما ديروا اي كفتة اللي بغيتو، بغيتو ديروا ديال الدجاج تقدروا ديروها، حتى هي كتجي زوينة. صافي، من بعد ما خلطنا الكفتة غادي نبداو نعمرو في الدنجال والقرع. اول حاجه بعدا قبل ما نبداو نعمرو في الدنجال والقرعه بالكفته، غادي نقطع واحد البصله الكبيره ولا جوج صغار. غادي نزيدو عليهم واحد المقله، غادي نزيدو عليهم شويه ديال زيت العود، شويه ديال البزار، وشويه ديال الملح. وغادي نرد وغادي نشعلو عليهم باش يتشحروا. من بعد ما شحرنا البصله غادي نديروها في المول ولا الطبق اللي غادي ندخلوه الفران، باش ما درتوه غير هو، غادي يكون غير شي حاجه اللي كتدخل الفران. ملي كنجيبو الكفته كنكوروها، صافي، كنديروا على هذا الشكل. كنبداو نعمرو الدنجال، صافي، كنستفو مباشرة على المول. كنجيبو هنا شوية القرعة، صراحة كيجي واحد الطبق زوين صراحة. ممكن ليكم ديروه في العشاء وعلاش لا حتى الغدا، حيت فيه كل شيء، فيه اللحم، فيه الخضرة، علاش لا حتى العشاء حتى هو تاخذ حتى هو نديرو فيه. صافي، وغادي نبقاو نعمرو فيهم حتى نكملو الكميه اللي عندنا. ممكن ليكم ديروه في العشاء وعلاش لا حتى الغدا، حيت فيه كل شيء، فيه اللحم، فيه الخضره، علاش لا حتى العشاء حتى هو تاخذ حتى هو نديرو فيه.
دابا من بعد ما كملنا الكميه كامله ديالنا ستفنا في المول، غادي نجيبو غادي نصوب واحد لاصوص ديال المطيشه. لي هاد لاصوص جاهز، تقدروا ديروا غير هذا مطيشه ديال الحك وتخلطوها مع شويه ديال الماء. غادي تزيدوا عليها شويه ديال الثومه غبره، وهنايا عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، وشويه ديال البزار. صافي غادي تخلطوهم، وغادي نزيدو على غادي نخويو على البنجر والذرة. كيجي زوين صراحة مع البصلة، و البصلة كتواتر مع المذاق ديال مع الدنجال ومع القرعة. غير جربوه، دابا غادي نرش عليه الفرماج اللي ما توفرش عليه، ما كاين حتى شي مشكل، اكتفي غير بلاصوص. صافي ودخلها الفرن، غير هو ملي كيذوب عليها كيجي زوين. ها هو القراطة خرجناه من الفران، كيجي رائع ولذيذ. ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة وتضغطوا على زر الاعجاب وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. استودعكم الله، والى فيديو اخر ووصفة اخرى ان شاء الله.